ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وبنبتدي معاكم فقرات نهارك سعيد. ودايما بنبتدي معاكم فقرة الصحافة، منورنا في الاستوديو الصحفية المتميزة جدا آمال عويدة، صحفية بجريدة الأهرام. صباح الفل. صباح النور يا دينا، ايه والله الأخبار؟ أنا اللي سعيدة بوجودي أنا لا معاكي. أنا أسعد بكتير. نبتدي على طول ومن جريدة الأهرام الصفحة الأولى: إجراءات مشددة لتأمين أول جلسة لبرلمان الثورة اليوم. اليوم السابع أول خطوة لتسليم السلطة من العسكري إلى البرلمان. المصري اليوم الصفحة الأولى: التحرير يرفض ميداليات العسكري ويصفها باستغفال للشعب. الأهرام الصفحة الأولى: الديب مبارك ما زال الرئيس دستوريا والقانونيون يطالبون بمحاكمة المحامي. الشروق الصفحة الأولى: الديب يطلب البراءة لمبارك والسجن العسكري والسجن العسكري والثوار. الشروق: حسني صابر، الدولة عالجت 11500 حالة من مصابي الثورة. جريدة الشروق الصفحة الثالثة: الصحة 500 مليون جنيه إضافية للعلاج المجاني. المصري اليوم الصفحة الثالثة: معارك الوقود، الأهالي يقطعون الطرق والشبكات أمام المحطات. وأخيرا الأهرام الصفحة الأولى: سائق النقل النقل يغلقون الدائري بالرمل والزلط. سريعا طبعا احنا النهاردة يوم مليء بالأحداث، ده حقيقي، ده حقيقي. فنبدأ على طول. ويمكن النهاردة انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب، وهيتعقد الساعة 11 متهيألي. بالتأكيد هو النهاردة يعني مجلس الشعب سيبدأ أولى جلساته بعد طول غياب. الحقيقة النهاردة كنت بفتكر أن الشعار كان لازم يتغير من الشعب يريد إسقاط النظام إلى أن الشعب يريد مجلس الشعب. تقريبا ده اللي حصل بعد ثورة 25 يناير. مش عارفة أهنيكم ولا أقول لكم البقاء لله. عندنا مجلس شعب جاء على جثث الشهداء الذين لم يمثلوا بالطبع في هذا المجلس، وإن كان مثلوا آخرين حصلوا على الأغلبية من شعب كان يبحث عن الاستقرار أكثر من البحث عن ثمن شهدائه. النهاردة برلمان، ولا أستطيع أن أصفه، اعذريني يا دينا، لا أستطيع أن أصفه بأنه برلمان الثورة، إنما هو برلمان أو مجلس الشعب بينعقد بشكل معتاد. أثرني خبر إجراءات مشددة وأتساءل من ربما يعني إيه هيدوس على طرف لهذا المجلس. الحقيقة إذا كان في حد هيعمل حاجة للمجلس فمش بتوع التحرير ولا بتوع الثورة. إذا كان في حد هيعمل حاجة فإحنا عارفينهم، هم اللي عملوا، هم اللي فتحوا السجون، وهم اللي قتلوا الثوار، وهم اللي حطوا القناصة على مجمع التحرير ووزارة الداخلية. اللستة تطول. نرجع لمجلس الشعب ونقول انه اليوم يتواجد تقريبا 70% من ممثلي التيار الاسلامي ما بين اخوان مسلمين وما بين سلفيين، ويظل في 10% للاحزاب الليبراليه، الباقي يعني تشكيله. في جدال حوالين من سيكون رئيس مجلس الشعب. المساله يحكمها بكل تاكيد واحنا مغمضين كده صفقات ستتم، وعلى الرغم من تقدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط لرئاسه المجلس، الا اني اعتقد انه الاخوان سينجحوا في الدفع بمرشحهم اللي هو سعد الكتاتني. بالظبط. احنا طبعا لما بنتكلم سمعنا اسماء وما نقولش كتير. دكتور وما نقولش استاذ طبعا مع حفظ الالقاب، احنا بس الاستسهال بنقول الكتاتني او نقول سلطان او حتى نقول العسكري. فمبدئيا مجلس الشعب النهارده ننتظر منه الكثير، ولكن لنكن واقعيين ولا نكون مثاليين. كما كانت ثورتنا مثالية لن يقدم هذا المجلس الكثير، لأنه عندي تصور خاص بأعضاء مجلس الشعب يا دينا، وهو أن المحروم من حرياته كالإخوان وكالسلفيين سيكون متسرعا في الحصول على أكبر كم من الصلاحيات، وقد ينسى في ظل هذه السربعة باللغة البلدي يعني أنه في شهداء ماتوا، في مصابين، في شعب يبحث عن الاستقرار. أتمنى قبل وشعب أن خليني أقول لحضرتك كمان، يمكن شعب كمان ثورته قامت ضد الهيمنة وضد السيطرة من كيان واحد. فدلوقتي الواحد قلقان إن لجنة زمان، لجنة يعني مكتب الإرشاد يتحول لجنة سياسات، شئنا أم مكتب أبينا، لجنة سياسات. شئنا أم أبينا، التيار الإسلامي هو تيار الأغلبية في مجلس ده الشعب، صحيح صحيح. وشاءوا أم أبوا يعني الكرسي والحاجات دي بيبقى لها تأثيرها ده أكيد. يعني نقول إيه وإحنا مغمضين بيبقى ليها تأثيرها. فشاءوا أم أبوا هم أغلبية بعد أن كانوا المعارضة، هم هيلعبوا الدور ده بأي طريقة. لكن يعني نقطة من أول السطر، هذا برلمان أو هذا مجلس شعب تاريخي يأتي بعد ثورة، ولكنه اعذروني لا يمثل هذه الثورة. خلينا نشوف فعلا بعد انعقاد الجلسة الأولى وإيه اللي هيتم فيها، هيتحدد حاجات كتيرة جدا جدا النهاردة. خلينا نروح لليوم السابع والصفحة الأولى: أول خطوة لتسليم السلطة من العسكري إلى البرلمان. طبعا في ظل وجود برنامج حتى 30 يونيو القادم يتعلق بتسليم السلطة لسلطة مدنية،
بتاتي خطوه مجلس الشعب النهارده باعتبارها خطوه اولى، وان كان هي مش خطوه الاولى، دي سبقها التعديلات الدستوريه، سبقها قرارات يعني تتعلق بهيمنه المجلس العسكري باداره شؤون فك البلاد. باب الترشح امتى لرئاسه الجمهوريه؟ ده السؤال. المفترض انه كانوا قالوا في فبراير او مارس على ما اعتقد، يعني كان ترددت انباء على دوت، لانه هيبداوا في مجلس الشعب في نهايه هذا الشهر، مجلس الشورى في نهايه هذا الشهر، وبالتالي يكتمل الشكل الخاص بالدوله، ويبدا بعد ذلك الترشح اللي من بين الاسماء اللي احنا عارفينها كلها. طبعا نروح لمصر اليوم، والتحرير يرفض ميداليات العسكري ويصفها باستخفال للشعب. يمكن احنا خلاص فضلنا يومين على 25 يناير، ما بين ناس هتحتفل وما بين ناس في حاله حداد، وما بين في ناس شايفه ان اهداف الثوره لسه ما اتحققتش، وما بين العسكري بيقدم ميداليات باسم ثوره 25 يناير بتوازي بالظبط ميداليات الفرقه العسكريه زي ما بيقولوا. ايوه، والحقيقه هيحصل عليها من نزل ميدان التحرير، او تحديدا مش كل طبعا ميدان التحرير، الشهداء والمصابين، وسيحصل عليها برضو ضباط وجنود القوات المسلحه اللي شاركوا في حمايه الثوره. يعني ده انا سمعت طبعا تعليقات امبارح في التحرير كتير حول هذا الموضوع، ولكن اقلها ما ذكرته المصري اليوم حوالين ان احنا ما عملناش ثوره عشان ناخد ميداليات، وما عملناش ثوره عشان مبارك. يعني انا قاريه النهارده حاجه انه حد بيقول رحله مبارك الواحده من المستشفى للمحكمه يعني راتبه في 5 سنين. تخيلي قد ايه. هل الثوره جاءت فعلا عشان مبارك ينتقل من المستشفى الى المحكمه في طياره؟ هي الثوره هل جاءت عشان الثوره حاجات جاءت؟ كتيره جدا برضه. خلينا نطرح اسئله بما اننا لا نملك بالظبط. اجوبه، يعني انا وانتي اقل من احنا نطرح اجوبه، احنا ناس عاديين في كيان هذا اتفضلي. الشعب، فاسئلتنا ستنحصر مثلا، يعني انا هطرح سؤال وانتي تطرحي سؤال، والمساله هتلاقيها فعلا تبدو غير واضحه. هل انا قمت بثوره؟ هو احنا نزلنا التحرير عشان مبارك يسيب الثوره في 1 ابريل؟ هل احنا سيبنا عملنا الثوره عشان مبارك يتنقل بطياره؟ هل عملنا الثوره عشان مبارك يبقى من يعني شبهه امبارح فريد الديب، احنا هنتنقل ده طبعا دوت يعني قال له ادعي زي الرسول، يبقى اذا جمال هيبقى من الانصار، وعلاء هيبقى من مش عارف ايه، الصحابه. والشعب هيبقى من الخوارج، ده احنا هنطلع من قريش بعد كده هنطلع كفار. يعني فعلا فعلا النكت اللي طلعت في بدايه الثوره انه الرئيس يريد اسقاط الشعب او سجن الشعب، تقريبا هو ده اللي بيتحقق دلوقتي دين، ده صحيح. يعني عارفه ده اللي بيبقى خارج المنطق، اللي هو الله ايه ده، ده النكت طلعت حقيقه. احيانا احيانا بتبقى كوميديا سوداء، بس بالفعل هذا ما يحدث الان، هذا ما يطالب به الديب، ان انا وانتي اللي نتحط في السجن ومبارك يطلع وعلاء يبقى من الانصار بالظبط. ولا مش عارفه، يعني اللي هو الحاجات، هو انا متلخبطه باين يعني الدنيا عارفه حاسه الدنيا الاوراق فين؟ صحيح. الاوراق لا هي مش اسئله مظبوطه. كتيره جدا، وفكره نفسها ان هل اهداف الثوره اتحققت ولا لا، وهل حق الشهداء رجع ولا لا، وقانون العداله الاجتماعيه هتعمل فيه حاجه ولا لا، حاجات كتيره جدا. التحقيقات اللي تمت في كتير قوي من الاحداث اللي حصلت، هل طلع لنا النتيجه ولا لا، هل العداله موجوده ولا لا، سياده القانون موجود ولا لا، يعني في حاجات كتيره جدا جدا هي تساؤلات. وكأننا شبه الحاجات، يعني احنا في شبه بالظبط. الحاجات، احنا في شبه الانتخابات وشبه المجلس وشبه الدوله وشبه كل حاجه، مفيش حاجه حقيقيه يبدو غير دم الشهداء، وانا وانتي عالم افتراضي، بالظبط. او احنا يعني جزء من تمثيليه احنا كبيره عالم قوي. افتراضي، احنا عالم افتراضي، والدم الشهداء بس هو الشيء الحقيقي. يعني طيب خلينا بقى نيجي، يمكن امبارح مصر كلها كان احنا مفيش حد حديثه غير عن مرافعه فريد الاستاذ الديب فريد الديب في زي ما بيقولوا محاكمه القرن، والتصريحات كانت كالاتي: الديب مبارك ما زال الرئيس دستوريا، والقانونيون يطالبون بمحاكمه المحامي. يعني يمكن اللقاء، يعني يمكن التصريح بالذات اللي هو مبارك ما زال الرئيس دستوريا، ده كان يمكن حديث، قصدي تصريح، الشعب كله كان هيعمله الحقيقه، امبارح. يعني اذا كان القانونيون بيعلقوا على ما قاله فريد الديب ان هم بيطالبوا بمحاكمته اساسا او سجنه، فالحقيقه فريد الديب امبارح طالب بمحاكمه المجلس العسكري والثوار. يعني الراجل كان واضح بصراحه، يعني اولا بصي هو كمحامي هو بيقوم بكل ده ادواره، صحيح طبعا بس عشان يحمي موكله اكيد. خليني اقول مفاجاه، واقول انه كلامه هذا ليس مفاجاه. احنا من يوم 11 فبراير بنتكلم في خطاب التنحي اللي استغرق حوالي 40 ثانيه او 50 ثانيه، طبعا المشهد الشهير بتاع عمر سليمان مع حفظ كل الالقاب، اللي خارج بيقول انه اعلن تخليه، واتقال كلام وكلف المجلس العسكري باداره اتقال شؤون كلام البلاد. كتير جدا حوالين انه في حوالين ال 40 ثانيه دي مجموعه من الاسرار التي ربما لن نعلمها
والتي يعلمها بالتأكيد، وده يعني مش خيال علمي مننا، التي بالتأكيد يعلمها المجلس العسكري، التي بالتأكيد يعلمها عمر سليمان، التي بالتأكيد يعلمها مبارك. أكيد تاريخ يحكى حوالين الأربعين ثانية دول، طبعا وقيل كلام يعني كتير جدا حوالين كلمة التخلي وكلمة التسلم وفكرة ان هو اصلي ما قالهاش بنفسه وطلع عمر والتكليف وال سليمان واصله ركب الطيارة ثاني يوم راح شرم الشيخ، وراح شرم الشيخ ليه اساسا المفروض يتقبض عليه، كلام كتير قوي اتقال، فاللي اتقال امبارح على لسان الديب مش هو جديد. تحصيل حاصل لكل المخاوف والقلق اللي اتزرع في قلوب المصريين من يوم 11 فبراير، وبمثالية خرجوا من ميدان التحرير لان الناس قال لهم كفايه بقى مبارك مشي، مع ان مبارك لم يكن هو الهدف، النظام هو الهدف والنظام ما زال موجودا طب كما جاء فكرة في كمان خطاب ان المراجعين. الرئيس السابق يتحاكم قدام المحاكم العسكرية مش قدام المحاكم المدنية، ما ده طالب بيه الاستاذ ما فريد الديب برضه احنا في طول مراسلة الوقت بنتكلم بعد على سنة. ما احنا طول الوقت بنتكلم على انه في تغيير ثوري وفي تغيير دستوري. ها ما حدث في مصر يوم 25 ما بعد 25 خمسة يناير يناير طبعا و28 يناير حتى 11 فبراير ما كانش له علاقة بالدستور، ده يعني خالص المفروض ان في شرعيه ثوريه وفي شرعيه بالظبط. دستوريه، في لعب ما بين المنطقتين حصل يعني، ولا ننكره، لانه في فكره التعديلات الدستوريه، طب نعمل تعديلات، طب نرجع على الدستور الدستور القديم ونعدله، طب بالظبط نشتغل، طب كل دي ما نقدرش نقول ان ده دستوري، لكنه يستجيب لمطالب الشارع. ده صحيح. الخلط اللي حاصل ده حطنا في مآزق دستوريه بالفعل حقيقي، احنا عندنا مآزق دستوريه حقيقيه والديب بيلعب عليها، ومن حقه ان هو يتكلم على المتهم بتاعه طبعا ويطالب اكيد باللي هو عايزه، لكن في النهايه يكلمنا باعتبارنا ان احنا المتهمين، لان احنا طالبنا بسقوط هذا النظام. بس التصريحات دي انا عارفه ان المحاكمه جت يعني معروف ميعادها من الاول، بس تصريحات خطيره قوي قبل يوم 25 يناير. يعني عارفه ان هي تصريحات مش مفاجاه، اها بس تصريحات خطيره جدا جدا جدا. يعني اهالي الشهداء اللي دلوقتي الناس حاطه ايديها على قلبها بيقول لك لو ما عرفناش ناخد يعني حقنا من حقنا. المحاكمه ايه اللي هيحصل؟ فيعني تصريحات خطيره جدا جدا في وقت كريتيكال بصي قوي يعني. احنا نحتسب كل هذا عند الله، وربنا الذي اراد لثوره لم نكن نحلم بان ده هي صحيح تعمل خطوه، فما نعرفش ربنا اريد ايه. ده صحيح يعني كنت مع صديق على درايه بالتاريخ الفنان والشاعر ناصر النوبي امبارح بنتكلم، فبيكلمني على جيش قمبيز. مصر في سنه 660 قبل الميلاد كانت عاصمة العالم، يعني هي كانت بؤرة العالم، ودخل عليها الفرس. 661 جيش قمبيز ده انتهى في الصحراء. ربك أراد. ملك الملوك إذا وهب لا تسألنا عن السبب. إذا ربنا كان أراد لهذه الثورة، أراد لهذه الثورة أن تنجح أن تنجح، فربنا رايد. ما بنقولش بقى جيش قمبيز ده مين، بس يعني ربنا أراد لجيش قمبيز إن هو ربنا عامة يعني ما بيرضاش بالظلم. فجأة أحيانا عندما يعني ندرك أن كل الحلقات استحكمت، لابد ان يكون هناك عدل الهي. وانا ارى ان ما حدث لمبارك دوت ليس شماته، ولكنه تنفيذ لاراده الله. شخص اختار لمده 30 سنه ولنقل اخر 10 سنوات، اختار هو اختار بنفسه هذا الاتجاه، يبقى اذا ما حدث هو نتيجه اراده الله، ودي الكلمه الوحيده اللي انا بوافق عليها من فريد الديب. اذا حكموا ببراءتك فده معناه ان انت راجل 100 100، واذا حكموا يعني بالسجن عليك يبقى دي اراده الله. انا الان انتظر إرادة الله. صحيح. اللهم أرنا، يعني أنا دعوت بهذا يوم 28 يناير وما بعدها، اللهم أرنا دلائل قدرتك. إذا كنا احنا مش قادرين إن احنا بالفعل نعمل حكم ربنا، يا رب أنت أرنا دلائل قدرتك. وبصراحة ما عنديش حاجة أختم أحسن من كده. طيب احنا قدامنا 3 دقايق، فهحتاج من حضرتك تختار لنا الأخبار المهمة. أنا عارفة كل أخبارنا النهاردة مهمة هي بس يعني. كلها بتدور في فلك ادي اللي اخذناه من الثوره، الاخبار اللي جايه كلها يا جماعه بتدور في هذا الفلك، ادي اللي اخذناه من الثوره، احنا اخذنا من الثوره كتير، بس من لا يريدون الثوره هم الذين يرجعون بنا للخلف، واذا كان في ناس خايفه، يعني لو يا ست يا صاحب يا ست البيت اللي بتتفرجي علينا، يا طالب يا اللي بتتفرج علينا، يا اب يا مهندس يا دكتور، اذا كنت تعتقد ان من كان في التحرير هو المسؤول عما انت فيه الان، اسمح لي اقول لك انت غلطان. المسؤول عما حدث في التحرير هم الناس اللي فتحوا السجون، واعتقد دول ما كانوش بتوع التحرير. طبعا الناس اللي عملوا كل الشهداء، الاف الشهداء، مئات الشهداء اللي عندنا دول مش بتوع التحرير. اللي عملوا الانفلات الامني ما كانوش بتوع التحرير. اللي سيطروا على مجريات كتيره ومنهم رجال اعمال ومنهم ناس في السلطه ما كانوش بتوع التحرير. أزمة الغاز محول أزمة الغاز مش بتوع التحرير، غلاء اسمحوا لي الأسعار اقول مش لكم، بتوع التحرير. خلوا اي مشاهد من بيكلمنا دلوقتي يقول لي بتوع التحرير كانوا مسؤولين عن ايه؟
بتوع التحرير كانوا مسؤولين ان انا وانت، ان انا امال عويضه وانه دينا دلوقتي قاعدين بنتكلم ونقول لك انت غلطان، وعندنا هذه القدره ان احنا نقول لك انت غلطان. انا بشكر الحقيقه التحرير ما قدملناش غير كل شيء حلو، احنا اللي اسأنا استخدامه. ده صحيح. صحفيه امال عويضه، صحفيه وكاله الاهرام، بشكرك جدا جدا جدا، ودايما يعني بتفائل لما بشوفك الصبح ونقعد والله فعلا بحس بطاقه ايجابيه جدا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بس والله اذا كنا بنقول كلمه حق، والله كل ما بطلع يا دينا بقى بدعي الدعاء القراني العظيم، اللهم ادخلنا مدخل صدق صدق واخرجنا مخرج صدق. احنا بنقول كلمه حق. اذا كنت انا اختلفت معاك ايها المشاهد العزيز اعذرني، لكن هذه رؤيتي البسيطه المتواضعه التي يحكمها ما اراه وما اقراه وما احاول ان اقدمه لك في 15 دقيقه مع دينا. عايزين بس نقول ان احنا كنا بنحيي مره تانية قطاع نيل الاخبار على الفيديو امبارح، بنشكركم جدا جدا جدا، مصر كلها بتشكركم، ميعاده حلو جدا وان هو خارج من التلفزيون المصري بعد اتهامات كتيره جدا مختلف. في ناس كويسه دايما، مش عايزه بس الواحد يخلط حتى في جهاز الشرطه حتى في اي جهاز، في ناس كويسه وفي ناس مش كويسه. فتحيه لقطاع نيل الاخبار وتحيه لكل الناس اللي كانت موجوده بقالها يومين معتصم عشان تذيع الفيديو امبارح. بشكركم جدا جدا جدا، رفعتوا راسنا، رفعتوا راس كل العاملين في التلفزيون المصري. ويمكن في مسيره كمان خارجه النهارده الساعه 1 من دار الاوبرا تتعلق بحريه الفنون والابداع وامها فنانين وصحفيين، نتمنى ان نراكم هناك. شكرا. بننتقل لفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد للنهارده.